الاكسسوارات على الملابس عم بتكون موضه يعني دائما متجدده، واليوم فرح النوايس رح تفرجينا كيف نعمل اكسسوار رائع واللي هو بروش. صباح الخير. صباح الورد. اهلا وسهلا فرح حبيبتي. اهلا، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. تمام، سلامتك حبيبتي فرح. الله يسلمك. ثانك يو. اليوم رح نحضر بروش زي اللي حطيته فرح، وهلا عم بيكونوا كثير موضه وعم بيحركوا كمان القطع اللي زهقناهم. نعم. واليوم كنا بفقره الموضه كان معنا ستايلست وكانت حاطه زي هدول البروشات، وقد ايه مهمين يعني بغيروا اللبسه تعمليها رسمي اذا كذا. بالضبط. فهذا شيء كثير حلو، فاليوم بدنا نعمل زي اعمل نفس هذا اللي انا حاطته عندي على البلوزه. هلا طبعا يمكن محلات الاكسسوارات واللي بيبيعوا اواعي يزعلوا مني شوي لاني رح اعمله، لانه صراحه لو بدك تشتري انا سعرت عليهم اسعارهم تبدا من 25 دينار. قد حق بلوزه. بالضبط. فهو كثير اشياء بسيطه ومش مكلفه، وهلا رح تشوفي كثير سهل وقد ايه بتغير اللبسه. ممكن ينعمل لما تكون عندك بلوزه ساده مثلا بدك تغيري فيها، بدك شيء ممكن تحطيها وبرضه بتزبط على قبه القميص من هون. بتنحط برضه كمان، بس طبعا ممكن يكون سايزها اصغر شوي، تعطيكي كمان فخامه للبسه. حلو. تمام اوكي. هلا انا جايبه هذا الشبر، بدي اعمل شوي الوان مختلفه عن هاي. بتلبق للكريسماس. للكريسماس بالضبط. فراح احتاج لشبر، انا جايبه الشبر اللي دايره من هون فيه سلك. تمام. وجايبه خرز كبيره. وجايبه ستراس، يعني احنا بنتحكم بشو الزينه اللي احنا حابين نزينها، ما بنتقيد بزينه معينه. اوكي. في اكثر من شكل لهم. أوكي. يعني هاي اللي انت لابسيتها انت عملتيها؟ لا صراحه هاي انا جبتها معي من دبي. بس انا شفت نفسها هون. شفت نفسها بالضبط هون بعمان 25 دينار سعرها، مع العلم انه انا جبتها من دبي 3 دنانير. يا حبيبي تعملي زيها بالضبط. فانا راح اعمل شيء زيها بس بفكره كمان ثانيه على اساس يصير عندنا فكرتين. هاي فبيون كبيره وجواتها ستراسه بس. حلو. تخيلي هدول اللي بيكونوا ايش؟ محلات الكلف. محلات الكلف، محلات اللي بتبيع الخرز، يعني حتى عشان اعطيكم تفاصيل اكثر بوسط البلد ممكن تشوفوا هاي المحلات. في افكار كثيره عندهم، وكل محل بيكون في عنده اوبشن كثير صراحه اكثر من بحير اكثر اذا انت مش عارفه بالضبط شو بدك رح تحتاري. بالضبط. فبحير. فانا بس عملت هاي هلا. اوكي. وبدي اعمل وحده ثانيه سايزها شوي اصغر. عم تعملي ايش؟ دائرتين؟ دائرتين بالضبط، يعني نفس الحجم؟ لا، وحده اكبر من وحده بدي اعمل. عاملين شو شكلتين؟ بالضبط. هلا احنا بنصير نتحذر كثير بعض بعض. هاي المرحله بتضحكني انه انت بتكوني عارفه شو بدك تعملي واحنا بنصير نتحذر. طب هاي وين بدها؟ اوكي. هلا انا يا عمي حطيتها هيك. اعطي الخبز لخبازه. اوكي تمام. تمام. بس خليني اثبتها بالسيليكون. هلا هم احسن يستعملوا السيليكون ولا خياطه؟ سيليكون احسن من الخياطه، لانه هذا الشبر شوي سميك. بتغلب الابره مش بسهوله تدخل فيه. اوكي. اذا خلينا واصلا هي مش رح تنغسل، يعني بتقيليها وبترجعيها. يعني حتى تكوني لابسه كوت مثلا بالشتاء اسود تحطيها على جنب. سيدي. فخمه. انت الفخمه حبيبتي. نقدر نصغر اذا ممكن. بالضبط. نصغر على قميص. بالضبط. اصغر شوي فشوفوا كيف. هلا ايش الفكره من السلك؟ انه انا اعطيها شويه فوليوم من هون ما تكون نايمه الفيونكه. تمام. بدي ايش كنت بدك تحكي؟ انه انت لما بدك تروحي تشتري هدول الاغراض بيكون تكوني عارفه شو بدك وبتروحي، ولا بتصير تكتشفي شو بدك؟ بصير وانا بلف بفكر ايش بدي اعمل فبتطلع معي. حير. جربت هذا الشيء كثير حيرني. عن جد بعدين قلت لها بتعرفي خبر اروح. حايره. باي باي. لانه لا بصير ببالي كنت بدي اعمل نابكن رينجز. بالشتاء قلت لك لعزايم الكريسماس بدي اعمل. حلوين. انا بايدي نابكن رينجز. فروحت كنت جايبه لي شيء على ريش يعني اعطيك. بعدين قد ما كان في اوبشنز قلت لها خلص بتعرفي برجع بعدين. وجعني راسي. عن جد متعوده بطل انه شيء انا دائما بعمله. اسمعي انا عملت عندي بالبيت كثير حلوين. هلا اجاني شرشف طاوله هديه. الشرشف عباره عن كل اشياء البحر. تمام. صدف معناها. صدف. فروحت جبت حلقات البرادي. وغلفتهم. برافو. بربن. هم احسن شيء حلقات البرد. احسن شيء. وبعدين جبت نجمه البحر. ايوه. وحطيت على كل وحده نجمه البحر. سكاكي. حلو. فلما احطهم على الشرشف ما بتتخيلي شو حلو منظرهم. رهيب. كانك ابصر قديش دافعه. بالضبط. مع انهم ما كلهم البحر. من ايش جبتيهم؟ من ايش الماده تبعك؟ هم الطبيعيين.
اوكي طبيعيه بالضبط، النشفه المنشفه هاي فحطيتيها. واسعارهم كثير رخيصه صح. مش غاليه لا ولا شيء. احنا عملنا على الهواء نابكن رينجز عملت بلا عملت، بس رح ارجع اعملكم كمان مره الصيف لما تصير العزايم بالضبط. هلا فتره ركود ركود يلا ركود مش طبيعي شهر واحد واثنين كثير هادي مش عند كل الناس دانا في ناس مشغولين كثير اوكي انا هذا اذا عم دوري عليه معي بس استحليته هلا انا بدي استعمل هذا الاستراس هذا اختياري طبعا بس انا بدي احط شوي انزلها من هون على هاي ايوه يا سيد اعطيه شويه فخامه يعني ماله هلا حتى صاروا على فساتين السهره يحطوهم عم بشوف بيكون الفستان ساده ما عليه شيء بصير وبحطوا عليه هذا البروش وهذا موضه ل 2018 بالضبط رندا بدي احط واحده ثانيه على اللي تحت نرفع هاي تخليهم هيك لوس بدي اخليهم متحركين ما بدي اثبتها طيب في هون عم بيسالوكي بدنا افكار للربيع هلا احنا ان شاء الله يعني ان شاء الله يفصلنا شهرين تقريبا عن الربيع قريبا ان شاء الله بنبدا بافكار فايش حضرتي لنا دامك راجعه بقوه بقوه طبعا ايش في اشياء والله شوفي صراحه انت حلقه بحلقه بتحضري حلقه بحلقه واحسن حسب شو بحس اكثر شيء الناس بتطلب مني فبحب اتواصل معهم دائما واسمع شو بحبوا هم اعمل لهم اوكي حلو خليتيها بس من تحت بس من تحت مشي. تكون لوس هون بدي بعدين هلا كثير موضه الاشياء اللي بتبرق وبتلمع بالضبط البنطلونات اللي كلها برق الكنورة اللي بتلمع فخبطها مبدئيا شوفوا هون على الكاميرا كيف صارت لسه ما خلصناها بس شوف شو تغير شكلها اوكي حلو طيب هلا بدي احط بس هون الاستراسه يا اما بحطها بالطول او بالعرض يعني انا ممكن احطها بالعرض طبعا ممكن نختصر احنا هاي الفقره اللي انا بدي اعملها انه بس نعمل الفيونكا واذا عندنا احنا اي بروش حلو صغير ندخله احنا عليها كمان بصير ذهبي صح بصير ذهبي هذا شو رح تعملي هذا بدي احطه على دايره الخرزه انا حاسه بس هذا دقيق جدا نعم انت متعوده اوكي على عم اشوف كيف الجهه هاي هلا بس بدي احط شويه سيليكون ابدا شوي شوي نشف السيليكون نزيد شوي سيليكون انت مرق فتره عملتي رندا شمعة كيف كانت تجربتك كثير حلو بس كل شيء بده تسويق طبعا بس كديزاين هي المتعه لما تعملي ديزاين وتحطي هذا كنت اتذكر على تحت عند الشمعه مثلا على كل شيء يعني هي كل شيء تعملي ديزاين كثير حلو بس تحتي كيف تسويه يعني وبدك تعطي تفرغ وتلاقي كيف بدك تسوي وبدك تكوني فاضيه ما في شغل يعني اكتشفت انا انه ما في شغل تقدري تعمليه على الجنب يعني كل شغل اذا بدك تنجح بدك تكوني دافعه بكل تفاصيله اذا مو قادره تدخلي بتفاصيله ما رح تنجحي تسلمي التفاصيل لناس ثانيه بالضبط عشان هيك اللي بيفتح بزنس وبحط ناس كثير ناس بيفشلوا وبيسكروا بالضبط بدك تكوني بالضبط واقفه على التفاصيل او بعد فتره بتصيري تسلمي بس بدك تكوني مطلعه على كل التفاصيل مش فرح لازم تفتحي محل والله حاليا في فكره يعني ان شاء الله ممكن قريبا كوني هلا تفرغت لهذا الشغل صراحه حلو فان شاء الله فكره موجوده بس انا اكثر شيء بحبه ازين شوكليت هذا يعني اللي صار اسمعي يعني بحس حالي بحلق ما احلاك كل واحد بيعرف حاله وين يعني عم بعمل اشياء حتى لما يجيني حدا على البيت يبارك لي مثلا بحب كل مره صينيتي تكون مختلفه عن المره اللي قبلها انا صينيتي من 7 سنين نفسها والله وعليها غبره غيري لها صينيه ان شاء الله خلص انا بغير لك اياها يعني انا من الاشخاص اللي ابدا ما بهتم بهاي التفاصيل انا كثير سبحان الله كثير بحبها انا خلص كل واحد شكل عرفتي
وكثير ناس تعرفها مثلا انت درستي حقوق لانه مثلا والدك محامي درستي حقوق خلص ويمكن يعني كثير ناس بدرسوا شيء بعدين بيلاقي انه انا ما بدي اكمل فيه انه لما يكون واحد 18 انا بقتنع ما بيكون عارف حاله هو ايش بده عارف ايش بده فبدرس اي شيء بس ما بيروح خساره يعني ما في طبعا بيروح ما بيروح خساره في شغل بتشتغليه بيروح خساره اكيد ف يعني بالنهايه اي حدا بدرس شيء مش كثير حابه او هلا ما بحب شغله كثير في فرصه يعمل شغل ثاني صح بلا خصوصي هلا يعني البزنس صار هو اكثر شيء ماشي صراحة. هلا بس أنا بدي أضيف آخر إشي هون. أيوة. البروش هذا البروش بينشر لحاله. بينحط. يعني هاي ملوكية أنه هي فخمة طبعا. شايفة. وصارت عنا بالشكل هذا. طبعا عشان أكون صريحة معكم يعني هاي تكلفتها لا تتعدى 4 دنانير. وعن جد تنباع بالسوق. تنباع يعني بالمحلات الفخمة والغالية سعر أنا سعرت عليهم يعني 25 دينار سعر الوحدة. واو. تخيلي انك انت حلوه كثير حلوه لف لكم اياها هيك تسلموا ايديكي فرح كثير بسيطه وسهله وتخيلي يكون عندك اكثر من لون صح بتصفي انت لما تلبسي البلوزه كل مره بتطلع ب بتعرفي هاتي عشان فستان ساده ايوه بدك تاكدي انه السيليكون نشف اها لا مش راح احطها لا لا شكرا اللي حركت الوضع حلو جميله حلوه حلوه يسلموا ايديكي فرح ايديكي وايديكي يلا.